بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في منصة تعلم. درسنا اليوم عن الوورد بريس، تكمل الدروس السابقة. في الدرس السابق أخذنا الإعدادات العامة، قمنا بشرح الإعدادات العامة. اليوم نشرح الكتابة. هنا عندنا التصنيفات الافتراضية للمقالة، هي طبعا ما عندنا تصنيفات، هسه غير مصنفة، فما نقدر نختار أي تصنيف للمقالة. أما البنية الافتراضية فأنت تريدها أما قياسية اللي هي الشكل الثابت، أو ملاحظات، أو محادثة، أو معرض، حسب الحالة اللي أنت تحتاجها. طبعا يمكن النشر بواسطة البريد الإلكتروني، لكن هنا لازم نسوي بريد يعني سري، بريد سري حتى النشر يصير ثابت. طبعا هنا نعطي عنوان البريد وكلمة المرور، وهمنا تصنيفات للبريد. هاي بالنسبة للإعدادات الكتابة. إعدادات القراءة، الصفحة الرئيسية شنو تعرض، أما آخر مقالات أنت نشرتها، أو نقدر نحط صفحة ثابتة اللي هي نقدر الصفحة الرئيسية مثلا نختار، أو صفحة المقالات حسب ما أنت. دائما الناس تختار آخر مقالات. عدد الموضوعات المعروضة في الصفحة يفضل تكون 10 حتى لسهولة القراءة، وتغذية الخلاصة همينا 10 لاي خلاصة للموضوع. طبعا المقالة اما تنزل المقالة بشكل كامل كنص كامل في الواجهة الرئيسية، او نقدر نقول له ملخص، فهي تكون عبارة عن موجز، ومثل ما نعرف احنا مثلا تطلع لنا الخبر، ومثلا المزيد او اقرأ المزيد، هي هاي الملخص. من تضغط اقرأ المزيد يطلع النص بالكامل. طبعا هنا ظهور محركات البحث، اما تحط صح فهو منع محركات البحث، او انت تشيل الصح حتى محركات البحث توجد الموقع الخاص بك. شكرا للمتابعة وفي امان الله.